ظهرت وهي بتبكي ومنهارة وقالت قلبي بجد انكسر، بعد ما كانت جميلة في حفل خطوبتها وكانت لابسة فستان طويل وأنيق كان لونه أبيض وكان باين عليها سعادة. يا ترى اللي حصل مع البلوجر سوز الأردنية بعد خطوبتها من طارق حب عمرها بيومين بالظبط؟ والسوشيال ميديا علقت وقالت يا ترى طارق خطيبها هو السبب في انهيارها بالشكل ده؟ طب يا ترى هم اتخانقوا ولا سابوا بعض؟ هم لحقوا ولا في سبب تاني؟ وكمان قالوا ازاي يكسروا فرحة بنت بالطريقة دي ويخلوها تحس بإحساس وحش كده؟ تعالوا نشوف ايه الحكاية. من يومين بالظبط اتفاجئنا بخطوبة سوز الأردنية من حب عمرها طارق، وظهرت في الفيديو وكانت الفرحة هتنط من عينيها وقعدت تظهر مع طارق وتقول له انت خطبتني ليه، والموضوع كان ماشي كويس وزي الفل. فجأة أثارت فتاة التيك توك البلوجر سوز الأردنية الجدل، وده بسبب بكائها وانهيارها. وظهرت سوزي في فيديو وهي كانت بتعيط والناس ما كانتش عارفة هي بتعيط ليه، كانوا فاكرين ان حب عمرها طارق هو السبب، بس الموضوع طلع غير كده خالص وان سوزي مش بتعيط بسبب طارق. سوزي كانت بتعيط بسبب الكومنتات السلبية اللي كانت على الفيديوهات بتاعت خطوبتها، وكان في تعليق ضايق سوزي وخلاها يصعب عليها نفسها، وان في واحدة قالت لها طارق شكله معزوم على الخطوبة وان هو مش بيحبها. سوزي قالت ان هي حاسة بكسرة القلب وعلقت وقالت قلبي بجد انكسر، وبعد اللي حصل ده الناس كلها تعاطفت مع سوزي وقالت ازاي يكسروا فرحة بنت بالطريقة دي ويخلوها تحس بإحساس وحش كده. سوزي الأردنية نشرت فيديوهات وصور مختلفة كتير على حسابها الرسمي، ونشرت اللي حصل في حفل الخطوبة بتاعتها بالأغاني الشعبية والرومانسية والرقص مع خطيبها طارق، وكانت لابسة فستان أبيض جميل وبسيط في الخطوبة، والفستان كان من القماش الستان بتصميم راقي وأكمامه كانت شفافة. أما الميك اب فاختارت سوزي الألوان البنية اللي بتتناسب مع إطلالتها، واختارت لون روج أحمر وناعم، وثبت شعرها البني الطويل منسدل على كتفها بطريقة جذابة. سوزي الأردنية مواليد سنة 2006 وبتدرس في المرحلة الثانوية، ومعها الجنسية المصرية والأردنية وبيتابعها 4 مليون على التيك توك. وأعلنت سوزي الأردنية قبل كده إن هي بتعاني من مرض السرطان، وقالت إن فيديوهاتها هي بتحاول تدخل بيها فلوس عشان تتعالج، مش بس كده دي قالت كمان إن هي بتتكفل بمصاريف أختها المريضة. سوزي خلت الجمهور يتعاطف معاها بسبب ظروفها العائلية، وكمان سوزي الأردنية كانت عندها أختين مي ومودة، وقالت إن هي بتحب أختها مي جدا وإن هي مميزة عندها عشان هي من ذوي الاحتياجات الخاصة. وظهرت سوزي بعض الفيديوهات وكانت لابسة سلسلة اسمها طول الوقت، واكدت ان مي بتعاني من اعاقة عقلية، وكمان بتظهر مع سوزي كتير قوي في كل الفيديوهات على السوشيال ميديا. وواجهت سوزي الأردنية انتقادات كتيرة بسبب طبيعة محتواها الجريء والمثير للجدل، وكمان بسبب خلافاتها المستمرة على طول اللي بتظهر فيها مع والدها على السوشيال ميديا.